أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. وإن شاء الله النهاردة الحلقة بتاعتنا الاستاتستكس احنا قاسمينها على حلقتين عشان نشوف الموضوعات بتاعتنا. تعالوا نشوف مع بعض our topics today. How about the statistics؟ هنعمل فيها إيه؟ our topics بقى احنا محتاجين النهاردة نقول إيه؟ قلنا إن الاستاتستكس فيها الاسندنج اند ديسندنج تيبل، فيها collecting data، فيها الارثماتيك مين، فيها الميديان، فيها المود، يعني فيها اكتر من حاجه. فطبعا عشان كده قسمناها مع اولادنا على حلقتين. ايه التوبكس اللي هنتكلم فيها مع بعض النهارده؟ فورمينج ا فريكوينسي تيبل، اول حاجه هنشوفها النهارده ازاي هنكون مع بعض الفريكوينسي تيبل. نمبر 2، اسندنج اند ديسندنج تيبلز اند كيرفز. النهارده هنشوف مع بعض ازاي هنجيب الاسندنج كوميليتيف فريكوينسي تيبل، ديسندنج كوميليتيف فريكوينسي تيبلز اند ذير كيرفز، ازاي هنقدر نرسم التو كيرفز بتاعه. ونمبر 3 هنجيب الميديان. طب ليه يا مستر الميديان؟ ما احنا قلنا المين وميديان ومود. قال عشان الميديان ريليتد قوي للاسندنج اند ديسندنج كيرفز، فهنشوف مع بعض ازاي هنقدر نجيب ده وده مع بعض. فبالتالي الميديان عشان هو ريليتد، الميديان عشان هو ريليتد للاسندنج والديسندنج كوميليتيف فريكوانسي كيرفز، يبقى هو هنجيب الميديان معاهم النهارده، وبعد كده باذن الله نبقى نشوف المين والمود للحلقات الجايه. Example: The following frequency are weekly wages of 40 workers in a factory in LE. تمام، تعالوا نشوف مع بعض الداتا اللي عندنا. 47 71 36 94 54. دي الداتا بيقول لي ان دول 40 workers، ودي الويكلي ويجز بتاعتهم. Required form a frequency table with sets. Use the subsets 30 شرطة، 40 شرطة، 50 شرطة، up till 90 شرطة. يبقى إذا هو واضح إنه هيقسم الويجز دي لجروبس، والجروبس هتبقى length of each group equals 10، وبالتالي 30 40 50 and so on. طب هو أكبر value، عشان هو ساعات بيطلب مني الرينج، اكبر فاليو عندنا 95 او 96 99 كمان، والسمولست فاليو نقدر نعمل لهم ماينس عشان يدينا الرينج. طيب تعال نشوف احنا بنجيب التيبل ازاي. بيقول لي وات ذا سيت وذ ذا هايست فريكوانسي، مين اكتر واحده فيهم فيها فريكوانسي، اند وات ذا سيت وذ ذا لوست فريكوانسي، وكمان عايز اقل فريكوانسي فيهم. طب احنا هنجيب الاول الفريكوانسي تيبل ونشوف ايتش سيت contains how many workers من دول، وبعدين نشوف الـ highest والـ lowest. A solution. دي الداتا اللي موجودة عندنا، الـ weekly wages بتاعت 40 workers، add the sets. إيه بقى اللي حصل؟ الست الأولى 30 شرطة contains the elements 30, 31, 32, 33, up to 39. وبالتالي طلع فيها 4 tallers، يبقى 4 شرط وحاجة شايفين. Second set 40 شرطة، هيبقى فيها 5 tallers، يبقى frequency 5. 50 شرطة طلع فيها 7 workers، يبقى الفريكونسيز 7 and so on. زي ما حضرتك شايفين. طيب احنا عشان ناخد كل ويج من دول او كل worker من دول نحط له علامة في السيت بتاعته، تقطع زي ما حضرتك شايفين. انا في الاخر if we want to make sure that my data is right اعمل ايه؟ قال لي بسيطة، لازم نعمل بلس للفريكونسيز. لما السيت الاولى فيها 4 والثانية 5 و7 و8 و6 و4 و6، their sum must be equal 40. جبنا ال 40 منين؟ اللي هي مديهاني في الجيفن فوق خالص في السؤال، بيقول لي ان دي الويكلي ويجز اوف 40 workers. يبقى اذا التوليز دي اللي احنا خدناها بالكاف اولى اعدادي، بنشوف الفريكونسيز بتاعتها تكرارات قد ايه ونعمل لهم sum. طيب يطلب مني بعد كده الفريكونسي تيبل اللي هي نفس الداتا اللي طلعت. اهو ده التيبل الاخير. التيبل اللي فات كان اسمه التالي تيبل، لكن ده اسمه الفريكوانسي تيبل. زي ما حضرتك شايفين ستس 30 40 50 60 and so on as it is، زي ما هي، لان انا خلاص عملت حساباتي وحسبت كل واحد فيهم التكرار بتاعه قد ايه وكتبت الفريكوانسي. يبقى اذا هو حسب يطلب مني، لو طالب مني التالي تيبل يبقى انا هعمل التيبل اللي فات اللي فيه التالز للشرط. طب لو طالب مني الفريكوانسي تيبل يبقى انا اقدر اجيب التالي تيبل الاول ومنه اجيب الفريكونسيز اوف ايتش سيت. تمام؟ طيب نجاوب السؤال اللي طلبوا مني بقى.
And the set which has the highest frequency. مين أكتر واحدة فيها frequency؟ تمام. اللي هي قدام حضراتكم اللي هي الـ set 60. ليه؟ قال عشان فيها contains 8 frequency. هنشوف مع بعض هتبقى عاملة إزاي. يبقى الـ set 60 هي الست اللي فيها الـ highest frequency. عشان خاطر 8. طيب. نيجي لي set which has the lowest frequency. الـ 30 والـ 80 ده كلام صحيح. ليه؟ عشان الـ 30 فيها 4 frequency. والـ 80 فيها ايضا 4 frequency. يبقى ممكن يطلب مني طلبات من السيبل بعد ما اجيب. طيب. يقول لي the following frequency table shows the weekly wages. 10 pounds of 50 workers in one factory. ومديني الستس جاهزة. 54, 58, 62, 66, 70. واضح ان هو بيزود كل مرة 4. هنشوف مع بعض. الفريكونسيز 5 و12 و22 و7 و4 and their total equal 50. 4. The ascending cumulative frequency table and represent it graphically. يعني عايزني اجيب الاكيوميوليتيف اللي هو الاسندنج تيبل وارسمه جرافيكالي اللي هو الاسندنج كيرف. وبعدين طالب مني بقى من الكيرف شويه طلبات. نمبر 1 the number of workers whose weekly wages are less than 60 pounds. عايز كام worker الويجز بتاعتهم اقل من 60. نمبر 2 the percentage of the number of workers whose weekly wages are less than 60 pounds. يبقى انا هجيب النمبر بتاعهم الاول بعدين اجيب البرسنت بتاعتهم. طيب تعال نشوف. ادي سوليوشن فورم ذا اسندنج كوميوليتيف فريكونسي تيبل از فولوز. ده التيبل بتاعنا وده اللي بنسميه الاسندنج تيبل. الاسندنج تيبل فيه ميزه حلوه ان هو دايما بيكون مميز في الكولم بتاع السيتس ان احنا بنكتب كلمه less than 54 less than 58 less than 62 less than 66 less than 70 واخر ست less than 60 74. طيب لو احنا بصينا مع بعض على ال 54 هنلاقي ان ما فيش ست اقل منها. وطالما ما فيش ست اقل من 54 انت كاتب لي less than 54 في الاول هيبقى ما فيش ست اذا ما فيش frequency فيبقى بالتالي الانسر زيرو. طيب نيجي للتانية less than 58. الكلام ده مشروع قدام حضراتكم. بصوا less than 54 مفيش ست اقل من 54 اذا يبقى equal 0. طب less than 58 اقل منها اللي هي ال 54 اللي الفريكونسي بتاعها 5 فيبقى 5 plus 0. طيب less than 62 يبقى اقل من 62 ال 5 وال 12 وال 0 اللي هم 17. يبقى ده التفسير بتاع التيبل الاسنج بيطلع كده ليه؟ less than 66 كل السيتس اللي اقل من 66 اللي فريكونسيها 22 و12 و5 و0 طلعوا في الاخر 39. less than 70 هنزود عليهم 7 يبقى 46. وفاينلي less than 74 all the frequencies of the table which is 50. يبقى عشان ده التفسير اللي خلى ليه الفريكونسي الاسندنج كوميوليتيف فريكونسي تيبل طلع بالشكل ده. هنلاحظ ايه بقى اولادنا؟ لاحظنا ان ده عشان بيسموه الاسندنج تيبل دايما اسندنج يعني ايه؟ يعني فروم سمولست تو جريتست دايما هيبدا بالزيرو وينتهي بالتوتال. لو بصيتوا اولادنا ايوه اي اسندنج تيبل كده مظبوط دايما بيبقى ستارتد فروم زيرو and finally ended at the total of the eight of the frequency. طيب تعالوا نشوف الكيرف بتاعه. ده التيبل اللي احنا عملناه ده الديسندنج بقى يا اولاد. طالب مني الديسندنج ايه؟ كوميوليتيف فريكونسي تيبل. لو بصينا عليه هنلاقي بادئ من ايه؟ بادئ من 54 و58 الستس هي هي. ولكن التيبل اللي فات الاسندنج كاتب ان هو less than 54 less than 58. طيب less than 54 هنا لو انا كنت كتبت more than 54 كان هيبقى الكلام لوجيك. لا ناقص حاجه يا مستر. less than 54 و greater than 54 طب فين ال 54 نفسها؟ صح كده؟ يبقى بالتالي هنا زودنا معلومه زياده. هناك خدنا less than 54 يبقى هنا هناخد ال 54 نفسها وال greater than. عشان كده كاتب ايه قدام حضراتكم؟ كاتب 54 and more
54 and more. هاخد ال 54 نفسها والاكبر منها. طب واللي بعدها 58 and more, 62 and more and so on. طيب لاحظتوا ايه؟ ان برضو 54 and more ان انا خدت التيبل كله. ال 54 نفسها والاكتر منها يبقى انا خدت التيبل كله. الفريكوينس بتاعتهم كلهم بكام؟ ب 50. ده كلام سليم. هنلاحظ في الديسيندينج تيبل زي ما قلت لحضراتكم فعلا ستارتد قدام حضراتكم اهو بادئ بالتوتال ال 50 ده اللي هو التوتال واندد بايه؟ ايوه بالزيرو. يعني ده شرط بعد كده رول. قلت له اه الاسندنج تيبل بيبدا بالزيرو وينتهي بالتوتال، الديسندنج تيبل بيبتدي بالتوتال وينتهي بالزيرو. طيب 54 اند مور طلعت 50، اللي بعديها 58 اند مور يبقى هنقص مين؟ هنقص ال 54 بس، نقصت 5 طلعت 45. هنقص بقى كل مره واحده ال 50 ال 45 لما نقص منها 12 طلعت 33. طيب ال 66 and more طلعت 11، ليه؟ نقصت منها ال 22 طلعت 11. 70 and more يبقى 7، نقصت 7 طلعت بقى 4. اخر واحده 74 and more يبقى 0 عشان نقصت ال 4 كمان. يبقى زي ما الاولانيه اللي هي ascending بتبدا بالزيرو وتنتهي بالتوتال وكل مره بزود فريكوانسي بالدور. هنا بقى بتبدا بالتوتال وتنتهي بالزيرو كل مره بننقص فريكوانسي هي بالدور. تمام؟ وبالتالي قدام حضراتكم واضحه الاسندنج اند ديسندنج كوميوليتيف فريكوانسي تيبلز. Another example. The following table shows the frequency distribution of the scores of 100 students in a final year exam. بيقول لي ان التيبل ده بيوريني التوزيعه بتاعت 100 students 100 طالب final year exam في امتحان نهاية السنة. فمقسم الديجريز بتاعتهم 20 شرطة 30 شرطة. 20 شرطة معناها من 20 30. من 20 30 كان في 30 students 30 طالب جابوا الدرجات دي اللي من 20 30. 30 شرطة كانوا 70 students. 40 شرطة كانوا 160 students and so on. يبقى ده التيبل هو مديهولي. طيب طلباته. قال لي graph the ascending and descending cumulative frequency curve. يبقى عايز نقسم two curves in one graph. The ascending curve with descending curve. مستر احنا مش هنعرف نجيب ال ascending curve الا لما نجيب ال ascending table. صح؟ وبعدين نجيب ال descending table. وبعدين نرسم ال curves بتاعتهم in one graph. Find the number of students whose score are less than 75%. طيب. Number three. Find the number of students whose score are 85% or more. Example. ادي الجراف بتاعنا. وادي التيبل الاولاني الاسندنج تيبل. طيب ليه؟ عشان ده started from the word less than. والفريكونسي بتاعه بدأ بالزيرو وانتهى تحت بالتوتال. تمام. وادي الديسندنج تيبل. بدأ بالتوتال 1000 و انتهى بالزيرو اللي هو descending. طبعا زي ما حضرتك شايفين هما دول التو ascending and descending cumulative frequency table. ايه اللي حصل؟ لما بدا بالزيرو اول مره زودت 30، ثاني مره زودت 70، ثالث مره زودت 160، يبقى انا بزود كل مره frequency واحده بالدور. بالدور بيبدا بالزيرو وينتهي بالتوتال وبنزود frequency. اما descending بيبتدي بالتوتال وينتهي بالزيرو وبننقص كل مره frequency بالدور. طيب تعال نشوف الكيرف بتاع الجراف بتاع الاسندنج والديسندنج اهو. ايه بقى اللي حصل؟ لاحظوا حضراتكم ان الكيرف ده اللي هو اللون ده، ده بيقولوا عليه الاسندنج كيرف. ليه؟ عشان ده لو حضراتكم شايفين بدا اهو اول سيت خالص تحت ال 20 كان عندها 0، وبعدين ال 30 كان عندها 30، ال 40 كان عندها 100، ال 50 كان عندها 270. يبقى زي ما حضراتكم شايفين الفريكونسي بتزيد. هو ده الاسندنج، بدا بالزيرو اهو وفضل يزيد 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 زي ما حضراتكم شايفين لغايه ما انتهى عند اخر بوينت قدامكم. ال 100 كانت كام؟ كانت 1000. يبقى ده بيقول عليه الاسندنج كوميليتيف فريكونسي كيرف. طيب وده يا مستر؟ قال لي ده بقى اللي هو الديسندنج.
اللي هو مين؟ الثاني الغامق بيبدأ قدام حضراتكم اهو، ده بيتقال عليه الديسندنج كوميليتيف فريكوينسي كيرف. اول بوينت فيه كانت الست 20 كان عندها 1000 اللي هو توتال، لان انا قلت لحضراتكم ان الديسندنج بيبدا بالتوتال. وبعدين ال 30 كانت 970، ال 40 كانت 900 اند سو اون اند سو اون، زي ما حضراتكم شايفين بيفضل يقل يقل لغايه اخر واحده خالص عند ال 100 ايوه كانت زيرو. زي المستر ما قال ان الديسندنج بيبدا بالتوتال وينتهي بالزيرو، اما الاسندنج العكس. طيب ليه بقى الهدف ان احنا رسمنا الاسندنج اند ديسندنج فريكوينسي كيرف الاثنين في جراف واحد؟ لان بعد شويه يا اولادنا لما نيجي ناخد الميديان ان شاء الله هنلاقي ان البوينت اوف انترسكشن اوف ذا تو كيرفز هتنزل بيه دروب بيربنديكولر تو ذا ميديان. تمام، هنشوفها مع بعض ان شاء الله بعد شويه. ادي السوليوشن بقى وادي الكيرف بتاعي، شوف بقى طلباته. اول طلب كان قال لي فايند ذا نمبر اوف ستودنتس، ذا نمبر اوف ستودنتس هوز سكور ار ليس ذان 75%. طلعوا 740 لان انا عملتهم كلهم بلس، كل اللي اقل من 75% طلعوا كام؟ طلعوا 740 ستودنتس. طيب السؤال الثالث كان قال لي فايند ذا نمبر اوف ستودنتس هوز سكور ار 85% اور مور، يعني دي غير اللي فوق، اللي فوق كنت هاخد اللي اقل من 75% لكن هنا هناخد ال 85% والاكثر منها، عشان كده لما عملنا بلس طلعوا 148 ستودنتس. مستر طب وليه دول ودول ما طلعش السم بتاعهم ب 100؟ اللي فوق انا خدت ليس ذان 75 والثانيه خدت ازيد من 85. طب اللي جاب ما بين ال 75 وال 85 اللي هم حوالي 10% تقريبا ما خدتهمش. اذا الاجابه هتبقى في مش هينفع مجموع 100,000، ليه؟ عشان اللي قلت لحضراتكم عليه. طيب ده الاكزامبل اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تعالى بقى نشوف الميديان. ولو ان ولادنا طبعا عارفين الميديان مش هنزود كتير، الميديان لما نيجي نجيبه للفريكوينسي تيبل ايه اللي هيحصل؟ قال لي اللي هيحصل اني انا هجيب الاسندنج اند ديسندنج كوميليتيف فريكوينسي كيرفز من التيبلز بتاعتهم وارسمهم الاثنين درون ان وان جراف اند ذا بوينت اوف ذا انترسكشن دروبت بيربنديكولار تو ذا ميديان اون ذا ايه؟ اون ذا هوريزونتال لاين. تعالوا نشوف مع بعض بالتفصيل. لما نيجي نجيب الميديان الاول لست اوف فاليوز، لو عندي شويه ارقام وعايز يجيب الميديان، قال لي ارينج ذا فاليوز اسندنجلي اور ديسندنجلي، لان الميديان يا اولاد بيقول لي از ذا نمبر ويتش لاي ات ذا ميدل اوف ذا نمبرز، بيطلب مني اسندنج اند ديسندنج، بيطلب مني الميديان بعمل لهم ارينجنج اسندنج او ديسندنج، وبعدين باخد النمبر ويتش لاي ات ذا ميدل. طيب يبقى هيفرق بالنسبه لي ان انا ارتب بين الصغير للكبير او من الكبير للصغير؟ طبعا لا. وبالتالي تعالوا نشوف then if the values number is odd، لو عددهم odd then the median is the value lying at the middle exactly. يبقى لو طلع عددهم odd يبقى اللي هيبقى في النص واحد بس هو ده الميديان. طيب for example if the values are 42 23 17 30 and 20. We arrange them ascendingly as follows. ده الترتيب بتاعهم اهو زي ما حضرتك شايفين. رتبتهم ascending 17 20 23 30 42. بسهولة ممكن اشيل مثلا واحد من الاول مع واحد من الاخر. واحد من الاول مع واحد من الاخر. مين اللي بقى في النص؟ ال 23. يبقى الميديان هو 23. يبقى الاجابه ان الميديان ايكوال 23. طيب بقى واحد في النص ليه؟ قال لي بيكوز ذير نمبر از اود، عددهم اود، هم 5 فاليوز. طب ولو كان عددهم ايفن؟ تعال نشوف. يبقى هالرينج فاليوز اسندنج او ديسندنج برضه ذن اف ذا فاليوز نمبر از ايفن، بقى لو عددهم ايفن ذن ذا ميديان ايكوال سم اوف ذا تو فاليوز لاينج ان ذا ميدل اوفر 2. يعني بينهم بعدين كده يا اولاد لو بقى 2 في النص، انا بشيل انا من الاول بعمل لهم ارينج وبعدين اشيل واحد من الاول وواحد من الاخر، واحد من الاول وواحد من الاخر، لو بقى واحد في النص هو ده اللي هاخده الميديان. طب لو بقى اثنين زي ما الرول قدام حضراتكم بعمل لهم بلس ديفايدد 2. فور اكزامبل اف ذا فاليوز ار 17 13 23 24 13
21. طيب عددهم كام؟ 6. تمام، يعني number of values even. تمام، قال لي we arrange them ascendingly as follows. زي ما حضرتك شايفين عملت لهم arrange ascending. ايه بقى اللي حصل؟ شلت انا 13 مع 27، شلت 13 مع 24، ايوه بقى 2 اهو. هنعمل فيهم ايه؟ زي ما قلنا لحضراتكم هنعمل لهم بلس بعض ديفايدد 2، يبقى 21 بلس 23 اوفر 2 يطلع 44 اوفر 2 ايكوال 22. تمام، ايكوالز ايه؟ 22. طيب تعال نشوف بقى اكزامبل. بيقول لي complete the following. The median of the values دول is not 4. طب ليه؟ لان احنا عملنا لهم الرينج في الاول. الرينج اهو 1 ثم 3 ثم 4 ثم 8 ثم 9. شلت ال 1 مع ال 9، شلت ال 3 مع ال 8، يبقى يتبقى مين؟ يبقى ال 4. تمام، نيجي لنمبر 2. The median of the values دول 3 7 2 9 5 and 11. واضح يا مستر ان عددهم even، يبقى انا هعمل ايه؟ هارنج الاول زي ما قلت لحضراتكم 2 وبعدين 3 و5 و7 و9 و11. لو شلنا 2 مع ال11 و3 مع ال9 يبقى 2. مين هم؟ ال5 وال7 بلس بعد ديفايد 2. برافو عليك، ويطلع ب6، يطلع ميديان ايكوال 6. تعال نشوف مع بعض اكزامبل على الميديان بقى. The following table shows the frequency distribution of marks of 50 students in math exam. وطالب مني ان انا اجيب الميديان مارك of the students using، ايوه، using ascending table او ascending curve، وممكن عن طريق descending table او curve. ادي solution. اجمالا للموقف ادي طريقه الاسندنج تيبل بالظبط زي ما خدناها في اول الحلقه. يبدا بالزيرو وبينتهي بالتوتال، وكل مره بنعمل بلس لواحده من الفريكوانسي بالدور. طلع ده الاسندنج تيبل. طب الديسند، طب الكيرف بتاعه بقى، هحط البوينتس بالدور. اول بوينت في التيبل قدام حضراتكم زيرو وزيرو، اهي ادي زيرو وزيرو اول بوينت اهي. ونكمل بقى ال10 و2 وال20 و7 ال 30 و 15 البوينتس كلها مرسومه زي ما حضرتك شايفين. عايز اعرف بقى لو كيرف لوحده واحد بس هجيب الميديان ازاي؟ قال لي بنجيب حاجه يا اولاد اسمها الاوردر اوف ميديان. الاوردر اوف ميديان دي بنجيبها ازاي؟ قال لي دي بتبقى ايكوال التوتال ديفايد 2. طلعت بكام؟ طلعت 25. يبقى هاجي من هنا فيرتيكالي على الفريكونسيز وهمشي من ال 25، امشي بلاين كده هوريزونتال لغايه ما المس الكيرف. اول ما المس الكيرف وي دروبت ا فيرتيكال لاين انتل وي جيت ذا ميديان مارك. تمام، يبقى اذا لو كيرف واحد هجيب حاجه اسمها اوردر اوف ميديان. طب لو تو كيرفز اي دونت نيد تو جيت ذا اوردر اوف ميديان بيكوز ذا دروب كومز فروم ذا انترسكشن بوينت اوف ذا تو كيرفز. تمام، وده الميديان اللي احنا قلنا عليه. ادي الاوردر اوف ميديان 50 divided 2 equal 25. From the graph, the median approximately 36. ليه مستر approximately؟ ما هو الكيرف ممكن يكون معوج من ايدينا يا ولاد، فهنزل على بوينت مش مظبوط، بس انا شايف ان هي ما بين ال 30 وال 40 ومش في النص بالظبط، مياله سنه ناحيه ال 40، يبقى approximately 36 37 37.5 38. ايه الموضوع مفتوح بالنسبه لنا سنه. Approximated ليه؟ عشان احنا we deduce the median from the graph. تمام كده، نبقى وصلنا مع بعض النهارده لنهايه حلقتنا. نتمنى ان اولادنا يكونوا استفادوا، ونشوفكم في حلقات ثانيه. وكان معاكم مستر احمد شعبان، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.